أطفال من تشتري الفساتين والفساتين حقون كل واحد بألف. مين رح يشتري؟ درتين حلوين. مين رح يشتري؟ كل واحد هذا بألف وهذا بألف. مين رح يشتري مني؟ مين رح يشتري؟ مين يشتري؟ تعالوا بنشتري الفساتين حقون ألف. يلا بنشتري بنشتري. تعالوا بنشتري بنشتري الفساتين حقون ألف. أنا صعب ما تخلوني أدرس بدي لازم أبيع هدول بس ما جابوا لي أبيع وما أكتب حفر عندي أنا هدول مفضلين عندي يا أشتاقكم يا فساتيني ما جابوا لي أبيع والله هدول اللي على راسي كتير مفضلين عندي كيف تبيعون؟ ما بتبيعون خسر حبيعون أو قلبك يا فطومة روح بيعون يلا يا فطومة روح بيعون خلصي معي مصاري وقالوا أتخلوا دي مفضل عندي هو أكثر شيء مفضل بس هدول كمان مفضلين عندي يلا هذا بنوم في الوصف هذا الوصف يلا باي وين توقف؟ وين؟ كيف توقف؟ فساتين حلوين مين اشتري الفساتين الحلوين هدول يا أطفال مين تشتري الفساتين والفساتين حقون كل واحد بألف مين رح يشتري؟ درتين حلوين مين رح يشتري؟ كل واحد هذا بألف وهذا بألف مين رح يشتري مني؟ مين رح يشتري؟ مين يشتري؟ تعالوا بنشتري الفساتين حقن ألف يلا بنشتري تعالوا بنشتري الفساتين حقن ألف هدول كتير حلوين ورخيصين شوي طلعوا أحلاهم طلعوا وأخيراً الله يرزقني وأخيراً يا رب أنا جمعت مصاري ورحت ببعت فساتيني وأنا صار معي واو رزقني الفساتين الاثنين اشتروهم يا سلام يا صاخرين على روعة خلوا تعلموا الماما يلا خلينا نروح اضيف شنطتي وبعدين بكره بنروح واو انا اشتريت لها سلايم لفطومة وهلا رح افاجئها بهذا السلايم كتير حلو بتحب هي لونه فطومة ماما فطومة دلوقتي فطومة ايوه سفر شو يا فطومة يا الله طول الحلم شو كنتي عم تحلمي فطومة شبه ماما كنت عم بحلم ان انا بعت فساتيني وانا بعت فساتيني وصار معي مصاري ورح ضبط اغراض ورح اسافر عند خلودي يا الله رجعنا لخلودي لك يا فطومه لك في خلص الحمد لله طلع ما نام لك انا شوف جايبت لك شايفه شو جايبت لك جايبت لك هي عملت لك اياها مفاجاه واو يا فطومه حلو ماما احكي لي شوي يا ماما يا عمري كثير حلو بدي العب فيه هلا قدام المتابعين اي والله بس تعالي احكي لي المنام من الاول شو شفتي بالمنام ماما ليكي انا كنت عم بحلم انه انا رحت
هذا رحت جبت فساتين وطلعت لبرا، صرت اقول مين اشتري فساتين 3000 وكتير حلوين. بعدين اجت تنتين اخذوا الفساتين اشتروه منك، اشتروه لبنات. صار معك مصاري كتير؟ ايه صار معي كتير. ورجعتي على البيت؟ رجعت على البيت ضبيت اغراضي. تضبي اغراضك؟ ايه. وتروحي لعند خلوده تسافري؟ ايه. واجت ليش فيعتني يا ماما؟ طيب انا شو عارفني انك هيك عم تشوفي منام؟ يا الله منك يا فاطمه، يعني ما راح نخلص من قصه خلوده فاطمه؟ والله صرعتي راسي في خلوده. والله خلوده جاي بلا تشوفه بالحقيقه يا ماما. ما بتشوفي بشوي، اذا الله كاتب لك بتشوفي بتشوفي لحقاني، اذا الله كاتب لك تشوفي بتشوفي، الله مو كاتب لك مو بتشوفي. هاي انا اشتريت لك سلايم وكنتي انت نايمه فاطمه، انت اجيتي هلا من المدرسه ونمتي بعد الظهر. انا رحت جبت اغراض وشفت هاي السلايم كثير عجبتني، افاجئ فيها فاطمه. يا ليك شو فيها يا جماعة طلعوا فيها بجواتها هدول. يلا خلينا نجيب الطاولة نفتح قدامكم ونلعب فيها. يلا لعبي فطومة. يلا فخرت. يلا فطومة أشوف كيف رح تلعبي بس دايم. يلا ماما. كان في ألوان من هذا، في ألوان البرتقالي والأحمر، بس أنا حبيت أختار لك هذا، ما بعرف حلو عجبك فاطمة؟ اللون كتير حلو عجبك؟ يا جماعة إذا بدكم يانا نجيب كل الألوان اكتبونا بالتعليقات. يلا تمام اكتبونا بالتعليق إذا بدكم يانا نجيب ألوان فاطمة تفرجيكم إياها. يلا يا فاطمة افتحيه وفرجيه كيف رح تلعبي فيه. واو كيف لونه فاطمة؟ اوه واو شو ممتع اللعب فيه. واو ليك فطومة. يا ليك ماما من طلع ايدك لماع. والله انت لت ايدي. والله ليك يا فطومة. يو فطومة كيف صارت ايدي كلها لماع. طلعت منهم هدول. انت كمان ليكي شوفي هدول اللي بالسافل فطومة فضينا نشوف بالسافل هدول رح نشوف كيف منظره. يا الله ياكي بس ملزقين يا ماما. لا معش بيطلعوا فطمة بيطلعوا، بس هلا تعجنيهم، بس تعجنيهم بيطلعوا. يلا هيك. يا الله يا ماما طلعي كيف تمنت ايدي. اي والله لك انا ايدي كمان صارت كلها لمية اندهبت. ماي جاد محلى يا ماما. اشوف شو هذا اللي حاطينه. هذا حاطينه هيك. واو هي مثل هذاك فطومه. يعني تساوي فيه هاي. حاطين هذول مثل هيك بسموه لولو هيك. ايه هذا بصير فيك تساوي. بترزوكم هذا على التياب بحطوه على التياب. بتساوي هاي. اه ليك هذا كمان هذا. فيك تساوي لي ماما سلسان فيه. واو. خليه يصير فيه هدول. ماما ليكي هاي تعال شوف شو هاي. طالعيهم كلياتهم فطومه. تعال شوف هاي شو هاي يا ماما. فطومه طالعيهم شو هاي كمان. هاي كمان نفسها. هاي كمان هيك. بس غير لون. ايه هاي خرزة. خرزة. يلا فطومة يلا عجينيون ونلعبي فيهم. حلوة المفاجأة فطومة؟ كثير كثير حلوة يا جماعة. واو هذا اللون على لون المناكير اللي حاططيه فطومة فضي. نفس اللون يبقوا لبعض. هم لكي في هم في صغار هدول. ايه فضي يا فطومة فضيهم كلياتهم. حطالي هدول كمان ليكو. إيه. هدول كمان يا مامي. يلا فطومة هاي ليك اسا في هدول خرزات طالعتهم كلياتهم يا جماعه. اسا في هدول الخرزات يلا خلطي يا فطومة. يلا خلطي يلا والعبي واستمتع بوقتك. يلا احبابي صار لازم نودعكم ونقلكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك بنحبكم كثير. يلا باي. ماما خير يا فاطمه شوفي ليش بشتري لخلودة ثياب. لخلودة مين خلودة؟ خلودة هذا مين؟ ماما خلودة براند هوم. خلودة براند هوم ماما نحن بس ما بنعرفه لخلودة، نحن بس شفناه على اليوتيوب. ما لك شبك تنبلضمي هالبوس، ليش هيك معطي بوزك شبر شبر؟ شبر عند خلودة بطير ثياب. لك يا الله جاي على بالك تاخذي ثياب يا خلودة. لك يا ربي دخيلك. لك انا ما بدي اخلص من خلودة. لك انت ما عاد تطلعي. لك فاطمه واو حلو والله يا فطومة. ماما مازال قرب مازال صار شتوي لازم نشتري ثياب شتوية لازم. اي والله يا فطومة تعالي يلا. هذا حلو ماما هيك كثير حلو. حلو عجبك؟ يلا خذي. يلا طبعا في قياسك بس يمكن قياسك فطومة بعتقد قياسك حطي قياسي يا ماما. ايه بعتقد قياسك. يلا يا فطومة تعالي نختار كمان بلوزة إلي. اي والله حلوين حلوين كثير. وهي جرابات هون اشتري جرابات. يلا
يلا فطومي. اشتري لي هدول. هدول الزهار كانوا كثير يا فطومي. حبي لبسوكي. هدول شو؟ هدول ماما. هدول باين عليهم صبيانيين. هدول فطومي صبيانيين ماما. تعالي تعالي شوف نختار غير. لازم نختار بلوزة لهي البنطلون يا فاطمة. لهذا البنطلون ماما. ماما خير يا فاطمة؟ شوفي جاي بشتري لخلودة تيار. لخلودة؟ مين خلودة؟ خلودة هذا مين؟ ماما خلودة برانو هوم. خلودة برانو هوم؟ ماما نحن بس ما بنعرفه لخلودة، نحن بس شفناه على اليوتيوب. لك فاطمة ما بصير هيك، كيف رح تشتري تياب لخلودة وبعدين هو مكان كتير بعيد، نحن شو بدنا نبعث له التياب؟ لك يا الله رجعنا لقصة خلودة فطومة. يا الله شو مهووسة فطومة بخلودة. لك يا ماما ما بيصير، يعني احنا اجينا نشتري تياب إليك مو نشتري تياب لخلودة. بعدين خلودة عنده أمه الله يخلي له إياها هي تشتري له. يا الله يعني أنت قصدك هلا رح تشتري تياب لخلودة تبعتي له إياها هدية؟ لك يا فاطمة بس أنا ما بعرف، ما بعرف وين عنوانهم، ما بعرف وين قاعدين، وهن هلا عند بيت خالته بألمانيا قاعدين، كيف رح نبعث له إياها؟ لا راحوا هلا زيارة على ألمانيا، مانن ببريطانيا. يا الله يا فاطمة منين طلعتي لي بهالقصة بدك تشتري تياب لخلودة؟ لك يا جماعة يا جماعة شوفوا لي هي اللي كل نهار صارعتني بخلودة يا ماما. يا الله طيب فاطمة إذا بدك تشتري تياب لخلودة شو رح تختاري له؟ تعال شو؟ أيوه رح تختاري له. تعال شو؟ أي هاي رح تختاري له هاي؟ يا الله يا فطومة بس ما بيصير ما بيصير فطومة. خلودة مكان بعيد كتير ونحن ما بنعرفه، يعني ما بنعرفه غير على اليوتيوب. اشتري لي هاي شو؟ خلودة. هاي لخلودة؟ يا الله رجعنا لقصة خلودة. لك يا ماما خلودة خلودة مكان كتير بعيد وما فينا ما فينا يا ماما ما فينا نشتري له تياب. لك يا الله لك خلينا هلا نشتري إلك وبعدين بعدين لكل حدث حدث. فطومة اختاري تياب هلا إلك فطومة. خلص صرعتيني بخلودة؟ يلا يا فطومة خلص بعدين بعدين ماما ان شاء الله بالايام اذا الله كتب لنا نلتقى فيهم بنلتقى وبنعطيه احسن الهدايا وبنعطيه كل شيء. فطومة يلا هلا اطلعي من راسي. خلص فطومة نحن جايين نختار تياب إلك ونروح، مو كل شيء تجيبي لي تياب تقولي لي هذا لخلودة. يلا فاطمة يلا ماما يلا حلوة حلوة كثير كثير فطومة. يلا ان شاء الله بالايام الجايه اذا التقينا فيهم رايحين نجيبهم لعنا ونعزمهم ونصور معها الفيديوهات كتير حلوة، ما هيك يا فطومة؟ يلا ماما خلينا نختار تياب إليك. يلا هيك أنا اخترت لك كمان هذا البنطلون. شوفي حلو؟ حلو خي امسكي امسكي حطيه على حالك. شوفي حلو؟ هذا هذا ماما هذا الجلد الجلد امسكي امسكي واحد. اي ماما هذا ماما هذا الجلد الجلد اي امسكي. شوفي حطي على حالك حلو عجبك؟ هاتي هي كنزة خلودة هاتيها خليها على جنب. يلا قيسي هذا البنطلون شوفي حلو حطي على حالك حلو ماما عجبك؟ شو تفوتي تقيسي؟ يلا قيسي فوتي يلا. شو ماما هاي في بردايفري برداي فطومي لك هذا ها لك معلش انت بتعملي البرداي لك انت بيكون في برداي بس انت بتعمليها هاي. يلا هون يلا يلا فطومة يلا ماما انا رح اختار لك كنزة كمان مشان تقيسيها ما يلا رح اشوف وين رح اختار لك كنزة مشان تقيسيها. يلا يلا معلش فطومة شو ما عم تصير تعال اعمل لك اياها. يلا فطومة هاي عملتها يا فطومة. يلا قيسي على مهلك ماما رايحين هاي نعلقها شوف وين مكانها ونعلقها بعتقد هون مكانها. يا الله صار مهووس تلي بخلودة كل نهار تلي خلودة ماما وخلودة ماما والله بعرفك بتحبي خلودة كتير وأنا بحبه يا ماما بس نحنا ما بنعرف لو هن مكان بعيد ما كانت تفهم إلا شو من شافت بدها تشتري لخلودة وشي بدها تسافر لعند خلودة. لازم أدور على شي بلوزة تكون هيك حلوة واختار لها إياها لفطومة لحتى تلبسها. وين يا ترى وين يا ترى هاي الموديلات حلوة يا ترى هيك هون بعتقد كبار عليها. هذا شو هذول حلوين يا ترى شو هذا هون هاي شو هاي بجامة كاملة شو حلوة شو يا فطومة ليش ما قدرت تقيسي؟ ليش خايفة؟ ما في حد يفتح عليك ولك مين بده يفتح هون كلها نسوان ماما ما في حدا ما في حدا امان ماما ما في شيء
يا الله فكرتك انا استي. يلا خلينا لاقي فطومه، خلينا اول شيء نلبق له كنزه بتفوتي بتقيسيهم سوا. خلينا نختار شيء كنزه، اي تختاري ماما؟ شو رايك تختاري من هدول الكنزات البيض؟ والله كثير حلوين. شو رايك؟ هاي 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 لك، بعتقد هاي مو حلوه. حلوه ماما اخذها عن جد. مو حلوين فطومه؟ مو حلوه؟ كثير حلوه. اخذ منها تمثال ماما. يلا بس هاتي لشوف هاي بتلبسك فطومه. ما بعرف امسكيها لشوف، خلينا نفرجيها للمتابعين يعطونا راينا. ايه رايهم؟ شوفوا يا متابعين هذول حلوين ولا بعتقد مع البنطلون هذا احلى فطومه لك. هذا البنطلون مو احلى من نختار له هذا غير. شوفي ماما هيك احلى هدول هيك مع بعض. مسكيهم مليح. شوف فطومه تعالي لعندي لشوف ماما زبطيها. صغيره فطومه، صغيره. بدك نمره اكبر شوي فطومه، بدك نمره اكبر فطومه. تعالي. وهاي الثياب اللي اختارته الفطومه. يلا يا فطومه خلينا ماما نروح على البيت. فطومه يلا حاج تعالي. لك شبك بلضمي هالبوس؟ ليش هيك معطي بوزك؟ شبر يا خلوده. لك يا الله جاي على بالك تاخذي الثياب يا خلوده؟ لك يا ربي دخيلك، لك انا ما بدي اخلص من خلوده. لك انت ما عاد تطلعي. لك فطومه لك انت ما عاد تخلصيني من خلوده. لك ماما ما بقدر انت عم تحمليني شغلات اكثر من طاقتي. يلا مشي قدامي على البيت. خلص يلا خلصنا. يلا بكره ان شاء الله بس نلتقي بخلوده بناخذ له. تعالي من هون، من هون فطومه، من هون ماما. يلا منين الطريق؟ من هون. فطومه ايه تعالي من هون. فاطمه يا الله خوتت البنت، والله خوتتني كل النهار هي وخلوده خلوده خلوده. صرت اشوف انا كمان بالمنام خلوده. يلا روحي تعالي انزلي. يلا ماما تعالي من هون، من هون، من هون، هون طلعه، هون نزله. تعالي انزلي من هون. يلا شوي يلا تعال شوي انزلي شوي فطومه. يلا ماما يلا تعالي انزلي شوي بطلي. يلا فطومي شوي يلا. يا احبابي كان الفيديو معنا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك، وبنحبكم كثير. يلا باي.